ربما يكون لديك أستاذ رامي تفاصيل حول القذائف التي سقطت على دير الزور في هذا المكان يعني. نعم، على القاعدة الأمريكية مساء الخير، على القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور، ليس بعيدا حقيقة الأمر عن مناطق انتشار قوات الروسية وقوات النظام والقوات الإيرانية. طبعا هذا الهجوم ليس الوحيد اليوم من قبل المسلحين مجهولين، لا يعلم إذا ما كانوا حقيقة الأمر خلايا تنظيم الدولة الإسلامية أم خلايا تابعة لروسيا وإيران التي تريد أن تستعيد السيطرة على حقول النفط في شرق الفرات وتحديدا لمحافظة دير الزور. كان هجمات عدة اليوم، كان هناك استهداف بالرشاشات لسيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية بالقرب من حقل الأزرق، أيضا كان هناك استهداف لعربة عسكرية تابعة لقصد اليوم من قبل المسلحين مجهولين. تنظيم الدولة الإسلامية ينشط نعم في تلك المنطقة، ولكن هناك أصاب الاتهام أيضا تشير إلى مسلحين موالين لإيران ينشطون أيضا في تلك المنطقة. طيب رامي، كنا نسأل، أنتم في المرصد قلتم أن هناك حرب باردة في البوكمال ما بين الروس وما بين الإيرانيين. أنا كان معي ضيوفي وما زالوا معي العميد أسعد عوض الزعبي والكاتب الصحفي الأستاذ رائد جبر، وإنه ليست حرب باردة، هو توزيع أدوار ما بين الروس وما بين الإيرانيين. فرصة أخذ رأيك في توصيفكم بالحرب الباردة في هذه المنطقة. على الإطلاق إنها حرب باردة، حرب السيطرة وليس توزيع أدوار. روسيا تريد الهيمنة على كامل مناطق سيطرة النظام. روسيا سعت في شهري أيار مايو الفائت ويونيو حزيران الفائت بالانتشار في محافظة دير الزور وتحديدا المنطقة الواقعة ما بين الميادين والبوكمال، فشلت فشلا ذريعا. اليوم بعد زيارة فيصل المقداد إلى طهران وإلى موسكو انتشرت القوات الروسية أو تحديدا الفيلق الخامس المدرب والممول والمدعوم والذي يقاد من قبل روسيا، انتشر في نقاط كانت تنتشر فيها المجموعات الموالية لإيران. أي أن الحرب الباردة هي مستمرة، وروسيا تريد تحقيق المكاسب إما على حساب تركيا أو على حساب إيران داخل الأراضي السورية، وتوزيع الأدوار من يقوم به روسيا. إيران لا توسع أدوار، إيران الآن تتلقى الأدوار التي تفرضها عليها روسيا داخل الأراضي السورية. نعم، شكرك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.